السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله راح نقاسم معكم هذه الوصفه الرائعه، وهي وصفه صوص كراميل اللي تكون ناجحه ومضمونه 100% على ضمانتي انا. كنا بعدها راح ننتقل الى المقادير، يلا معايا. الوغ لهذه الوصفه واش لازم لنا؟ لازم لنا كاس نتاع سكر، لازم لنا كاس نتاع الحليب باردون الكريمه السائله اللي تكون اللي كنا دفيناها. واذا ما عندكش ندير الحليب لحظه مع الماء، ولكن الحليب يكون اكثر من يعني لا بودغ تاع الحليب تكون اكثر من الماء تكون عاقده. لازم لنا مغرف كبيره نتاع الزبده ما يعادل 30 غرام، ولازم لنا ربع مغارف نتاع الماء كبار، لازم لنا اون باسيت سا يعني شويه تاع الملح. ننتقلوا الى عمليه الطهي. هنا في كسرونه اللي تكون شويه ثقيله اللي ما تكونش تلصق لك، راح نوضعوا السكر وراح نوضعوا الماء في ان واحد، وراح نشعلوا عليها. انا هنا شعلت عليها فور البنات، الا كنتي تخافي باش لا ينحرق لك شعلي عليها يعني شويه خفيف يعني متوسط، ولكن قابليها مليح لانه ان فوا يغلي ويتبخر هذاك الماء راح سرعه الاحتراق راح تولي او سرعه الطهي راح تكون بسرعه. دونك هنايا هذا هو اللون اللي انا فضلته، راح نزيد له الزبده نتاعي ونوخره على النار، ومن بعد راح نضيف له الكريمه اللي تكون شويه الكريمه اللي تكون دافيه ما تكونش بارده، ومن بعد راح نخلط كلش ونزيدو ان بانسيت سال، ومن بعد نخلطو مليح. ما تخافوش راح يوقع لكم كي واحد التكلصات يعني راح شويه تجي واحد الطبقه خشينه شويه، راح تزيدي تخلطي، ومن بعد راح نعاودو نردوها فوق النار ونزيدو نخلطو نخلطو نخلطو. مادام هي طيب مادام حنا رانا نخلطو راح نخلوها شويه حسبت واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق لما بيني تبقى يتجانسوا كاع المكونات. دونك جيبي البوط تاعك ولا البلاره ولا يعني قرعه اللي تكوني ريكوبيريتيها اوباغافون. هنايا هنا الخليط نتاعي راه سخون، شوفي كيفاش داير يعني راه خفيف راه خفيف، ولكن من بعد ما يبرد راح يتقال ويعطي واحد لوكو جد رائع. شوفوا هنايا من بعد اللي خليته برد يعني درت لكم من بعد صورت لكم من بعد اللي برد، شوفوا القوام تاعه كيفاش، وراح تزيدي تدخلي للثلاجة وراح يزيد يتقال. البنات ما تنسوش هاد لاصوص ديروها في الثلاجة، ومن بعد كي تبغوا تستخدموها فوتوها في ان با ماري ولا ديروها في الميكرون يعني فيت في. هذه هي الوصفه تاع اليوم البنات، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، والى الملتقى البنات، السلام عليكم.